لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه المناسبة السعيدة، مناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعلى جميع الأمة الإسلامية بالخير واليمن والمسرات، أهني أمة خادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة، وأهني كذلك الشعب السعودي، سائرا الله عز وجل أن يمن علينا وعلى جميع المسلمين بالأمن والاستقرار والأمان. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين. هذه المناسبة، مناسبة عيد الأضحى المبارك، أسأل الله العلي العظيم أن يعيده على الأمة الإسلامية والعربية واليمن والمسرات. وبهذه المناسبة نهني حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي العهد الأمين محمد بن سلمان، الشعب السعودي، وأسأل الله العلي العظيم لنصرة الإسلام والمسلمين، وأن يديم علينا الأمن والأمان، وكل عام وأنتم بخير. طيب، بعد ما صلينا وقلنا نبغى نتوجه للليث حتى نشوف العيد هناك ونشعر بأجواء العيد أقل شيء، فتفاجأنا لما وصلنا الليث لقينا الناس برضو كلهم ما هم متواجدين في الكورنيش ولا حول الليث، مشغولين كلهم بذبح الأضاحي في المجزرة. لكن طالما مرينا عن الليث فخلينا ننقل لكم صور من الليث وأجوائه، أقل تستفيدون تتشوقون لهذه المحافظة التي أصبحت عروسا بعد التجديد والتحسين المستمر فيها. عام وانتم بخير وعيدكم مبارك، عادنا الله علينا وعليكم بالعيد والبركة إن شاء الله، وجعله لنا إن شاء الله من أعياد الخير، وعادنا الله في ولادنا كل سنة وكل عام. أوجه هذه التهنئة للوالد حفظه الله وطال بعمره وشفاه، وللوالدة العزيزة، ولإخواني، وإلى كافة الأسرة الكريمة، وإلى الشعب اليمني كافة. السلام عليكم. عيد المبارك للوالد الغالي والوالد الغالية ولجميع الأخوان والأهل والأسرة، ومن العادين كل عام وأنتم طيبين. العام وانتم بخير، وعيد مبارك علينا وعلى الأمة الإسلامية، وعاد الله علينا بالخير واليمن والبركات، وبعيد على أهلي وأحبابي في مصر وفي المملكة، وكل عام وانتم بخير. La 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 la.
هيا 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 شوف ايش بهب من وخر وخر يدي وخر يدي هيا عكس عكس هيا عكس هنا هيا وخر وخر ما له شهداء هيا هيا وخر وخر هيا انزل هيا هيا سرة ايوه كده احسن زي سرة احسن ايوه هيا ايوه غلط ما ده اوه السلام عليكم طيب هنا بابا في مكة في موجود السلام عليكم كيف حالك بابا طيب في بنغلاديش في مجرد في كيف حالك طيب كويس في عفار كله طيب الحمد لله كويس السلام عليكم يا حال كيف عيد مبارك كل سنة طيب كيف بابا ماما سلم عليك بابا ماما يا شيخ أهرام يا شيخ أهرام هذا الأهرام اللي موجود في مصر بابا هو يقدر ينفتح ها؟ أفتحه يقدر لا بس تقدر تطلعي شوي شيء لا تطلعي مرة ويده نطلع درج ايه اطلعي كم درج بس ايه مو مرة ويده بس كم حبة بس خلاص أمنتم بخير كل المسلمين العيدين كل المسلمين عيد مبارك عيد مبارك كل المسلمين كل دنيا مسلم عيد مبارك عيد مبارك السلام عليكم عيد مبارك كل عيد مبارك اليوم كبير كل حج مبارك قربان مبارك كل بني دعاء كل مسلم أمة أهلنا الملك سلمان بن عبد العزيز عيد مبارك عليكم أهلني والدي ووالدتي عيد مبارك وكل عام وانتم بخير ولي والدي والدي والسلام عليكم عيد مبارك أهلني والدين والملك سلمان بن عبد العزيز ومروعها لكم ولأنعامكم
سنة 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 كده نكون انتهينا من فلوق رقم واحد. نتمنى جميعا أن نكون قد أمتعناكم وأسعدناكم ونقلنا لكم شيء من بهجة العيد وفرحة الأعياد. نودعكم إلى لقاء قادم مع فلوق رقم اثنين بإذن الله عز وجل. نترككم في رعاية الله، ولا تنسوا دعمونا، سووا لايك إذا ما كنت مشترك في القناة، فسوي سبسكرايب. طيب، وإذا ما عجبك المقطع فسوي لايك، وضع لحظات في الكومنت والتعليقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم، عيد مبارك علينا وعليكم، سنا أياما أحلى الأيام.